بلاد زوينه. المره اللي فاتت جينا ديريكت للدار البيضاء، اما المره هذه حبينا نعملوا رحله استطلاع. جينا نهار 10 اكتوبر، رحنا من المطار رحنا لمراكش. الحق معناها مرحبا، وانت تمشي تلقى معناها كلمه مرحبا مرحبا، المغرب معناها باهيه، ناس باهيين، ناس كذا، معناها كيما المراه كيما الراجل، بحال انت تقولوا بحال المراه كيف كيف نقولوا بحال المراه بحال الراجل، وكلهم معناها محترمين في الادارات في المطار في كل ما لقينا كان القبول حسن. فيها اول شيء الساعه قد ما يكثر الغاشي تقولوا انتم قد ما يكثر البشر، الصباح تلقاها نظيفه الحمد لله، هذه حاجه باهيه. ثاني شيء الامان، المراه تمشي في 8 نتاع الليل 9 نتاع الليل شفناها بعينينا، معناها بحال بعينينا، معناها مطمئن الانسان على حياته وعلى جوزته وعلى ممتلكاته وعلى حريمه على كل شيء. نتوجه بالشعب المغربي أن يحافظ على هذه المدينة وعلى هذا الشيء فهمت الله، وعلى هذا الاحترام وعلى هذه النظافة وعلى هذه الحقوق وعلى هذا الاستقرار الأمني والسياسي. والحمد لله احنا قلت لك هذا الشيء اللي يدل كون ثاني مرة نجي للمغرب.